هلو هلو هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ هشتغل معاكم النهارده حاجه جديده مختلفه شويه، بخيط بافي. الخيط ده بيبقى كده عباره عن حلقات كده، هعمل منه النهارده كوفيه. فكرته سهله جدا، واحنا بنشتغل من غير ابره، يعني عشان الناس اللي لسه بتتعلم ومش عايزه تستخدم ابره وما بتعرفش تستخدم الابره، فهنستخدم ايدينا بس. تمام؟ فانا جيت على اول البكره بتاعتي، فكيت بس الحلقه الاولانيه، قصيتها بس كده عشان تديني بس الفتله دي معايا ابني عليها الشغل. هبتدي عد، انا عايز اعمل عرض الكوفيه قد ايه. فانا هعد هنا 1 2 3 4 5 6 7 8، هخليها 8 حلقات. تمام؟ لو انا عايز اعمل اكتر من كده عرض، هعرض براحتي، فده هيبقى العرض بتاعها، والطول هنطلع كده. تمام؟ عشان اللي عايز يعمل مثلا بطانية بيبي، عايز يعمل مفرش سرير، انا هشتغل كده. ده العرض اللي انا هاخده، البداية بتاعتي هيبقى كده، وبعدين هبتدي اطلع لفوق، هبني فوقي. فانا خدت هنا 8 حلقات من اليمين للشمال زي ما انتم شايفين. انا هقف عند الحلقة دي اهي، 1 2 3 4 5 6 7 8، دي الحلقة الثامنة بتاعتي. هبتدي اشتغل، انا عايز ابني شغلي فوق بعضه. هبتدي اجيب الخيط كده، وانا حاطه اصابعي هنا عند الحلقه التامنه بتاعتي. تمام؟ اهي الحلقه التامنه بتاعتي. انا عايزه اجيب الحلقه اللي جنبها بقى، انا هبتدي ادخل الحلقات دي جوه بعضها، يعني هبتدي ادخل الحلقات دي جوه دي، فتديني اول سطر. هعمل ايه؟ هاجي عند الحلقه اللي انا واقفه عندها دي، انا حاطه اصابعي عليها من ساعتها، هلفها كده لفه. تمام؟ وهاجي همسك الحلقة اللي جنبها على طول، وادخلها من تحت فيها، اعديها منها كده. تمام؟ كمان مرة اهي، هفكها تاني اهي، دي الحلقة بتاعتي، اخر حلقة في السطر بتاعي. هلفها كده، اعملها تويست كده، وهجيب اللي جنبها على طول اعديها فيها. تمام؟ وبعدين الف بقى بقية الخيط، كل واحدة من فوق اهي، هنعدي بس دي نعدلها علشان ايه ما تطلعش مننا. كل واحدة من فوق هتقابلها واحدة من تحت، يعني دي اهي تحت معانا، هنبتدي نعمل لها برضو تويست اهي، وادي اللي فوق هنلفها ونعديها منها. فبقى معانا عملنا 2. هنرجع بقية الخيط كده، نجيبه على الجهة دي، هجيب اللي جنبها على طول، اللي جنبها من تحت، انا بشتغل من تحت اهو، هجيب اللي فوقيها اعديها من ورا واسحبها بايدي. انا كده عملت الغرزة التالتة. تمام؟ انا كل ما بعدي بسحب كده علشان ايه، اتأكد ان ما تسلتش مني تاني. هو اول سطر بس اللي بيبقى ايه محتاج تحكم شوية. تمام؟ اهو بقية الغرز اهي، الحلقات بتاعتي تحت اهي، كل حلقه من تحت مقابلها حلقه فوق. فبمسك الحلقه اللي تحت بلفها كده، بعمل لها تويست كده، واجيب الحلقه اللي فوق اعديها فيها من تحت، واسحب واطلعها تاني فوق، فترجع تاني اللي فوق فوق. تمام؟ ادي حلقه تحت اهي وحلقه فوق، بمسك الحلقه اللي فوق ابرمها كده، الفها وادخل فيها الحلقه اللي فوق، واسحبها لفوق كده، واجي اللي جنبها اسحبها الفها، وادخل اللي فوق من تحت اهو، واسحب دي كده. فاضل معايا 2، هلفها كده واسحب دي كده واطلعها فوق. تمام؟ باقي اخر واحدة اهي، هلفها هبرمها وهدخل اللي فوق تحت واسحبها اشدها، بقت فوق، وبقيت الحلقات اهي على الخيط اهي. هنعد بقى اللي فوق، 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام؟ اهم مظبوطين معانا اهم. تمام؟ هنعمل ايه في الخيط؟ هنلف الخيط كده، ماشي الكلام؟
عندي اول واحدة اهي جنبها واحدة، همسك الاولانية من هنا، احنا نشتغل بقى من هنا من اليمين للشمال، احنا بنشتغل بقى رايح جاي، بلفها برضو كده تويست، واخد اللي جنبها على طول اعديها منها، واخد اللي جنبها هتقابل اللي جنبها اللي تحت، الف دي كده واعديها منها، وامسك دي كده ابرمها واعديها كده اهو، تمام. اعدل بس الخيط بتاعي، ابتدي ابرم تاني اللي تحت اهي، هلفها وعدي، اخد بالي بس ان انا ما فوتش حلقة، يعني ايه انا امشي حلقة حلقة جنب بعض، اسحبها واطلعها لفوق كده، واجي على اللي جنبها الف كده واسحب الخيط واطلعه لفوق، وامسك دي كده ابرمها الفها، واخد الحلقة اللي جنبها واسحبها واطلعها لفوق، اهو انا بشد الحلقات معايا لفوق، تمام. بقي عندي حلقتين تحت، ادي ببرم حلقة واخد الحلقة الفاضية اللي جنبها واسحب لفوق، اخر واحدة في السطر ببرمها واسحب تاني واطلع لفوق اهي، بصوا هتبتدي تبان معايا ازاي. عايزة اعمل السطر اللي بعد كده هرجع كده، تمام اهو، دايما اول واحدة في السطر باخد اللي جنبها على طول، تمام. انا هنا عشان انا بشتغل الغرزة دي عاملة زي التريكو شوية، فبلفها اهي ببرم كده وبسحب الغرزة اللي جنبها على طول، تمام اهي، هنا على اللي جنبها هلفها وهاخد الغرزة التانية من فوق، وادي الغرزة اللي بعد كده اهي هبرمها اهي، واسحب الغرزة اللي جنبها على طول، هاجي على الغرزة اللي جنبها هبرمها وهسحب اللي فوق على طول. انا قلت لما بخلص دايما بشد الحلقات كده عشان ايه تبان قدامي، تمام اهي. شوف الحلقة دي كانت نايمة تحت اهي، بفردها والفها اهو، وابتدي اخد الغرزة اللي عليها الدور الفاضية دي وعديها، وتبقى هي الغرزة اللي فوق، هاجي على اللي جنبها الف واعديها لفوق، تمام، وهاجي على الغرزة دي اهي الفها واسحب اللي فوق، هشد بس الغرز علشان ايه ما تفلتش مننا، والف واسحب الفاضية اللي فوق اهي، تمام كده. هاجي عد 1 2 3 4 5 6 7 8، انا كده تمام بيرفكت جدا اهي، بصوا شكلها عامل ازاي، سهلة جدا 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 مفيهاش اي صعوبة، وخفيفة وهتبقى على الرقبة، ممكن بقى يتعمل منها شال كبير، يتعمل منها بطانية بيبي، يتعمل منها على فكرة ممكن تعمل منها شنطة، يعني ممكن تبقى كده وتتبطن بالبوري او على الشبك، وتبقى شنطة قطيفة حلوة جدا. انا هكملها بنفس الطريقة، تمام. انا هنا هو هشتغل، هبتدي الف زي ما قلت لكم بمشي كده، يعني خلصت السطر ده تمام، هلف الشغل بتاعي واجي كده، خلصت السطر ده هلف الشغل واجي كده، وهكذا بفضل رايح جاي رايح جاي. هي بس اول حاجة يعني اول فكرة فيها في الغرزة الاولانية، الغرزة الاولانية دايما باخد الغرزة اللي جنبها على طول، دي بتديني الارتفاع بتاع السطر، تمام. فانا هخلصها واوريها لكم، هي سهلة جدا. انا خلصتها خالص زي ما انتم شايفين اهي،
طولها حوالي 160 سنتي او 150 سنتي. دي بكرة خيط واحدة بس على فكرة، تمام، ما خدتش اكتر من بكرة خيط واحدة اهي، واشتغلتها كلها بنفس الطريقة اللي انا وريتها لكم. طيب انا عندي اخر سطر اهو، انا عايزه اقفل بقى اخر سطر، ما انا لو سبته كده ودي اخر اهي خيط كده، لو انا سبت السطر كده ال هيطلعوا من بعض، الغرز هتتفك من بعضها، تمام. فباجي اعمل ايه، انا الخيط اهو على يميني اهو، هبتدي اقفل من الشمال لليمين. احنا كنا ما ابتدينا شغل ابتدينا من اليمين للشمال، انا لما اقفل هقفل كده، هعمل ايه، هجيب اول واحده دي وتاني واحده، تمام، هدخل تاني واحده في اول واحده كده، واروح سحبه التانيه معايا موقفاها كده، وهاجي اللي جنبها اروح مدخله اللي جنبها في دي اهو، وهسحب التالته هوقفها كده، فالغرز هي بتنام على بعضها، وهاجي امسك هي رابع واحدة وادخلها في اللي جنبها، وابتدي اوقف اللي انا خدتها الجديدة تاني، هعملها معاكم تاني بسرعة اهي. انا عندي الطرف اهو، اول واحدة اهي، اول غرزة اهي من الطرف الشمال، هجيب الغرزة الحلقة التانية وادخلها في الحلقة الاولى، هيبقوا الاتنين جوه بعض كده، هروح سحبه التانيه موقفاها اهي، ونيمت الاولانيه تحت اهي، وهاجي في اللي جنبها ادخلها كده، واروح سحبه الجديده، تمام اهي، هاجي في اللي جنبها اروح مدخلاها، واروح سحبه الجديده موقفاها، فيبتدي الغرز تنام كده على بعضها، تمام اهي، هدخل دي كده واسحب اهي الجديده، دي هتبان عشان لونها مختلف، بصوا هدخل دي كده في دي، وهوقف الجديده وهنايم التانيه هي اللي تنام جوه، بصوا هيقفل معايا ازاي، وهاخد دي برده كده اهو لحد ما اخلص الثمان حلقات اللي معايا، بقت عندي حلقه واحده، بصوا اتقفل كلها زي من فوق، ابتدت عندي حلقه واحده وعندي دول. انا هعمل ايه بقى في دول، انا هفك الغرز دي، هاجي من عند الحلقة من تحت كده واقصها اهي، من عند الحلقة من بداية الحلقة واقصها، هتديني كده، وعند الحلقة اهو واقصها، هتفتح معايا كده، وعند الحلقة اهو وهقصها تفتح معايا كده، ادتني معايا فتلة طويلة اهي، تمام، وعندي حلقة. احنا اتفقنا احنا مش هنستخدم ابر خالص، هاخد الخيط اللي طلع ده اعديه جوه الحلقة واسحب، تمام اهو، وهشده، فكده بقت قفلت معايا. انا عايزة بقى اداري الخيوط دي، طبعا هنا في واحدة طالعة ان انا كنت نسيتها، هنا بقى يعني ممكن استخدم بايدي او ممكن استخدم بابرة الكروشيه، ان انا بس اعدي يعني اعدي الخيط جوه الشغل، بدخل في اي حتة كده واسحب الخيط، بس ان انا اعديه علشان اداري يعني اداري الخيط جوه الشغل من ورا برضه، تمام اهي كده، هقعد بقى اسحب لحد ما ايه يعني اعدي الخيط كله جوه الشغل، بس كده هيبقى شكلها كده. دي بقى نقدر نعمل منها بطانية بيبي، على فكرة بتدفي جدا وخفيفة جدا، بطانية بيبي بتهيالي ممكن تاخد لها 600 جرام او 800 جرام في الحدود دي على حسب مقاسها، طبعا ككوفية هي لأي حد مبتدئ يقدر يشتغلها من غير ابرة ومن غير اي حاجة، سهلة جدا وجميلة جدا، ودي ببكرة خيط واحدة بس. عايزين نكبر هنجيب بكرة خيط تانية ونبتدي نوصلهم في بعض ونعمل،
وبس كده. لو عجبتكم بقولولي رأيكم. باي باي.